حبيبي كيف حالك عم اخبارك خالك رزق ليل نهار خالو خالو كل عام وانت بخير كل يوم هي 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 كل ليلة يعملها تحت ام عطوا 100 دولار حرام عيدوا يا حرام مسكين مسكين حرامي سيارات حبيبي اطلع خليك على البوابة يا مسافر ها حبيبتي حبيبتي لا لا أحلى عمره كمان أطفال ملائكة والله قطعت شرايين كلبي شو اسمها هاي؟ والله ما بعرف إيلين حبيبتي معطها 100 دولار حرام حرام أطفال يا حرام مش عارف خدي إيلين 100 دولار كله سردين حبيبتي اطلع مسافر حسبها هلا والله بخالي حبيبي أنا خالك رد لك الحمار هاد حبيبي هذا مهاجر ابني أهلين أهلين مهاجر أهلين يا حلاي بضل يعيط هاي خالو خال امعطوا 100 دولار حرام هدية بضل يعيط لينا خال خد هاي 50 50 مسافر هيك على الباب مصحصح يا هامل حبيبي هلا هلا حبيبي أنا هاي خالو حبيبي حبيبي هذا خيمة حبيبي يا معطوا حرام والله حرام اسمه خيمة وفي أخوه سند شو اسمه بيجي زاوية الخيمة اللي بعده مسافر حاسب عبد الحليم حبيبي 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 هذا لاجئ يا حبيبي لاجئ حبيبي ابعتوا سهل مش نازح يا لا في عنا كاتيوشا حبيبتي 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 هذه بنت الصغيرة كاتيوشا يا حرام الأطفال إيه لا 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 حبيبتي معطى 1000 دولار حبيبتي يلا اطلع يا حبيبتي مسافر ابعت كلاشن لا كلاشن ولا ملاشن غلطة عمري اللي جيت على هالبلد أصلا قالوا لي ونصحوني تروحش على البلد بمص دمك هاي 100 شوارب عمري ما رجع على هالبلد إذا ما أقول لك أقول لك إذا موتت تدفنوني على هالبلد أصلا جيت من المطار عندكم وراجع من عندكم للمطار تفيح عليكم شو مالي هذا حبيبتي خلبك ما تجيبي لي كاسة مي حبيبتي حبيبتي موت عليكي ضل انت الوحيد اللي ما لبستهوش انا لبسك اياه